الزلازل والبراكين ومثلهما الأعاصير والفيضانات والخسوف والكسوف وغير ذلك من الظواهر الكونية، كلها من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وقيوميته وكمال تدبيره وعظيم قدرته، وأنه لا معبود بحق إلا هو، وأن الخلق كلهم مفتقرون إليه خاضعون له، ليس للطبيعة في ذلك أمر ولا قدرة، فما أصابنا من ذلك لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ومن حكم وقوع الزلازل تخويف الله تعالى عباده حتى يرجعوا إليه ويتوبوا. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة رحمه الله: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون. ومن حكم وقوع الزلازل التذكير بنعمة الله بثبات الأرض وبسطها وتمهيدها لاستقرار الخلائق على ظهرها، والتمكن من حرثها وغراسها والبنيان عليها والانتفاع بما فيها من خيرات، ولولا ذلك لما طاب لهم عليها عيش ولا حياة. قال تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. والزلازل تصيب المؤمنين والكافرين، وما يقع لبعض بلاد المسلمين من الزلازل المدمرة ونحوها قد يكون من الابتلاءات التي يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات، وقد يكون عقوبة على المعاصي، وقد يكون ابتلاء لقوم وعقوبة لآخرين من البلد نفسه. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن رحمة الله تعالى في الزلازل ما يصطفي بسببها من الشهداء، ففي الحديث: الشهداء خمسة: المطعون وهو الذي مات بالطاعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله. وكثرة الزلازل وشمولها ودوامها من علامات الساعة الصغرى وأشراطها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. الحديث: وزلازل الدنيا على ما تحدثه في الناس من خوف وفزع تذكرنا بذلك الزلزال الكبير الذي يقع بين يدي القيامة، ويكون على إثره أحداث الآخرة وأهوالها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.